العرض هو مقدم من معهد جوثي الألماني. مركز عملوه الألمان في عمان خصيصا عشان يعرفونا بالثقافة الألمانية، يعرفونا بالقصص الألمانية، بالحكايات الألمانية، بالمسرح الألماني. فهن قدموا هذا هدية لأطفال المكتبة الشمس البيضاء. حبيت المنطقة اللي عشت فيها، وأحب أن أشكر الزملاء. كل أدوات منزلة، أدوات I was playing with some kitchen tools, and then I realized you can make theater with it. And then I had the idea, and I was looking for many, many other things, and then at the end, I had shown. Many places are well known to me from the Bible.